اعرف منك سالي اسالي انا اسفه عايزه اعرف منك تعليقك على حكايه سنه اولى جواز، وهل هي فعلا كخبيره اسريه يعني علاقات اسريه، هل فعلا هي بيتحكم عليها اذا كان الزواج ده هيبقى زواج ناجح ويكمل طول العمر، ولا ده زواج عمره قصير؟ اكيد. بصي، هو مبدئيا احنا بنبدا من الخطوبه، مش بنبدا من سنه اولى جواز، واحنا مش بنتفاجئ ببعض في سنه اولى جواز واحنا في بيت واحد. احنا اكيد عندنا مقدمات بدأ من فتره الخطوبه. والله يا استاذه سليم هيتفاجئ في حاله واحده. كلنا بنتفاجئ. هقول لك هنتفاجئ في حاله واحده، لما كناش في منتهى الصراحه مع بعض في فتره الخطوبه، واضحين جدا في بعضنا. كانت تمثيليه يعني. كان كنا بنلاقي مهما كان، بس انا دلوقتي انا شخص جاي من باك جراوند بثقافه اكيد، وهو شخص جاي من حته تانية خالص، ففكره ان احنا الاثنين نتحط في مكان واحد، ما هي دي بتبقى مختلفة عن الخطوبة. بتبقى مختلفة، بس بيبقى فيه حاجات واضحة وثابتة من فترة الخطوبة. لكن بنتفاجئ بإيه بقى بعد الجواز؟ بنتفاجئ إن مش كل حاجة الرومانسية، مش كل حاجة الحب، مش هنقضي الوقت وإحنا قاعدين مع بعض طول الليل ونهار مبسوطين وبنتكلم، في التزامات، في بيت، في ماديات، في مواعيد أكل، في مواعيد شغل بعد الهانيمون ما بيخلص. بنتفاجئ بالحياة بالواقع. بنبتدي بعد كده نظرتنا تتغير لفكره الجواز، وبنتهيأ لنا ان احنا ايه ده، احنا اتصدمنا. لا، هو احنا ما فكرناش من الاول ان الجواز ده شراكه، ده بيت بيتبني، شركه بتتبني وليها مقومات وليها اهداف وليها تفاصيل كتير جدا المفترض ان احنا نكون متفقين عليها من قبل ما نتجوز اساسا. فلما بنبقى متفقين وواضحين من فتره الخطوبه بنسهل على نفسنا فكره سنه اولى دي. لكن لما بنخش واحنا الحياه كانت وردي قوي قوي بعيده عن الواقع، وبنبتدي بقى الحياه العمليه، بتيجي الصدمه من هنا. بتيجي الصدمه من ان انا بكتشف فجاه ان انا ليا دور وليا واجبات وفي حقوق، وبنبدا نشوف الموضوع بشكل مختلف. مختلف. طيب.